معانا الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري والمشرف على المسابقات عشان نتعرف منه أكتر على مسابقات الناشئين وأيضا تكوين الأجهزة الفنية للمنتخبات. تحياتي ليك يا حاج عامر. خير يا كابتن أسامة، إزي حضرتك؟ منور قناة الأهلي. الله يخليك بوجودكم، ربنا يكرمك. السنة دي اتحاد المصري لكرة القدم كنا كل سنة بنتأخر في الإعلان عن بدء انطلاق المسابقات الجمهورية. السنة دي اتحاد الكرة بيعلن بدري انطلاق المسابقات 3/9، ودي خطوة مهمة وخطوة جيدة من قبل الاتحاد حاج عامر. طبعا حضرتك عارف ان احنا مستر فيتوريا جاي علشان بيعمل مشروع 4 سنين للكرة عامة والمنتخب الوطني الأول، فطبعا كل الحاجات اللي بيطلبها بنحاول ننفذها له كمسابقات، ومن ضمنها ان هو بيقول ان الشباب والناشئين لازم يلعبوا 10 شهور على الاقل من 12 شهر. فهو لما جه طبعا لقى ان في اجازه نص السنه في امتحانات، واجازه وامتحانات اخر السنه بيتعطلوا فيها بعد المراحل في رمضان ما بتقدرش تلعب لقله الملاعب المضاءه. تمام. وبالتالي كان طلب مني ان الشباب اللعيبه الصغيره انها تلعب مده طويله مش اقل من 10 شهور في السنه. فبالتالي طبعا احنا لازم نبدا بدري، واعلنا الكلام دوت بدري عشان تبقى الانديه كلها عارفه، لان احنا بقى لنا كام موسم كان عندنا مشكله ان القيد ما يتفسحش الا مع الفريق الكبير، وبالتالي ما كناش بنقدر نبدا زي زمان في 2008. بقى لنا كام سنه بنتاخر عشان موضوع القيد، لان السيستم لازم يتفتح مع الفريق الاول، وبالتالي الفريق الاول كانت الدوريات بتتاخر في كل سنه. كنا بعد الكورونا وبعد المشاكل اللي قابلتنا كويس كنا بنخلص شهر 12 مره الدوري، او بدانا شهر 12 كنا بنخلص شهر 10 بعدين 9 السنه اللي فاتت 30/8. السنه دي الحمد لله خلصنا بدري شهر 7، وبالتالي لما القيد بقى مفتوح بقى في حل عندنا ان احنا نبدا بدري. كويس. اعرضوا لنا الجواب والحاج عامر بيتكلم كده، الجواب اللي اتبعت من الاتحاد المصري لكره القدم للمناطق والمناطق طبعا او للانديه. معانا الجواب يا حاج عامر دلوقتي، وحضرتك بتتكلم عن المدير التنفيذي، ده الجواب اللي اتبعت للانديه كلها، البطولات اللي يشارك فيها النادي في المراحل السنيه 2003 و5 و6 و7 و8 و9، الملعب الذي ستقام عليه مباريات ناديكم، الزي الاصلي والاحتياطي، اشتراطات اللي اتبعتت للانديه، وكمان الملعب اللي ستقام عليه مباريات النادي خلال شهر رمضان. يعني كل الحاجات دي طالبينها من الانديه. 2003 المسابقه تبدا 3/9، بطوله 2005 تبقى يوم الثلاثاء 5/9. تمام، لان احنا طبعا لو حضرتك عارف ان احنا المره دي فتحنا باب الكود بدري، فبالتالي في فرصه للانديه، لان اللي عنده عقود في اللعيبه دلوقتي في الشباب او الناشئين ما يقدرش يدخلهم على السيستم، فبالتالي ما نقدرش نحرمهم ان احنا نبدا بدري ونخلي المحترفين بس اللي عندهم عقود لما يتعيدوا مع الفريق الاول. فدلوقتي فرصه متاحه ان احنا كله يبدا ونبدا بدري عشان كمان ما نضغطش الانديه، لان حصل قبل كده طبعا كان في ضغط على الانديه بيلعبوا مرتين كل اسبوع لفترات طويله، فبالتالي طبعا السفريات حضرتك عارف في بعض الانديه او 50% من الانديه ما بتقدرش تبات قبل المباريات، تروح في نفس اليوم نظرا لامكانيات الانديه ديت. فطبعا دي كانت بتعمل ارهاق وضغط على اللاعبين والاجهزه، فبالتالي لما نبدا بدري هنضطر او هيبقى عندنا المساحه والرفاهيه ان احنا ما نضغطش اللعيبه، ويبقى الضغط خلال اسبوع اسبوعين بتكشف في كل دور، ويبقى بيلعب مباراه كل اسبوع. تمام. بالاضافه ان المنتخبات طبعا لازم هنترك لها مساحه. المنتخبات عايز اروح لها برضه يا حاج عامر، تم الاعلان برضه من قبل الاتحاد ان يوم 24 اغسطس هيتم الاعلان. هل تم خلاص التوافق بين مجلس الاداره على الاسماء اللي هتعلن، ولا لسه برضه في مرحله الاختيار والانتقاء؟ هي في لجنه مشكله من كابتن بركات وكابتن حازم وانا عشان نقدم ترشيحات واسماء، وبعد كده مجلس الاداره بيختار من الاسماء اللي احنا هنرشحها. المنتخبات اللي هيتم تكوينها 2005 و7 و8 و9. تمام. هيتم الاعلان عن الاربع منتخبات مره واحده؟
ان شاء الله قدر الامكان. طبعا احنا عندنا بس ال 2007 اللي لسه التصفيات بتاعتهم متاخره شويه، يعني شغلهم متاخر شويه. احنا عايزين نبدا بدري. وان شاء الله احنا بنحاول كده، خاصه ان المنتخب 2005 لان حضرتك متابع جيد للمسابقه ديت والمرحله ديت، في عدد كبير من الموهوبين حقيقة. وانا رايي شايف ان الجيل دوت يعني هيبقى امل للمنتخبات الوطنيه عندنا مده طويله ان شاء الله. حضرتك بتقول لي الاهتمام بالجهاز ده بصفه خاصه، اللجنه حضرتك قلت لي موجود فيها كابتن محمد بركات، الكابتن حازم امام، حاج عامر حسين. ابرز الشروط اللي محطوطها حاج عامر لانتقاء المدربين اللي هيتم اختيارهم او الاجهزه الفنيه اللي هيتم اختيارها للمنتخبات؟ يعني في معايير محطوطه وبعتناها ونشرناها لاكثر من المدربين، ومدربين كتير قدمت استمارات وبناء على المعايير ديت وبناء على الاستماره ديت. في اسماء كتير اتقدمت موجوده. فطبعا ان ما في بتبقى اولويات للناس اللي لعبوا في المنتخب، الناس اللي دربوا في المراحل السنيه اللي تحت، كويس، دربوا في المنتخبات الوطنيه. ممتاز. لان حضرتك عارف ان بيبقى في ضغوط قويه جدا، شغل المنتخبات غير الانديه مختلف تماما حقيقه. وفي مدربين بيبقوا متفوقين في المنتخبات وفي مدربين متفوقين في الانديه، ما بتتحملش ضغوط المنتخبات. بالاضافه ان شاء الله يعني بقول لحضرتك ان كل الاسماء ديت بنحصرها. انما موضوع التوازنات، عشان انا سمعت حضرتك لا مش هيحصل المره دي، ما فيش حته التوازنات. لانها فترات سابقه في فكر جاء ما خدش من الاهلي والزمالك، ايوه، واخذ مدربين من انديه غير او كانوا بيلعبوا في انديه غير الاهلي والزمالك. كان فكره، كان في بعض الاوقات واحد من هنا وواحد من هنا، ايوه، ما يبقاش الجهاز متكامل ولا متفاهم. فبالتالي الامور دي كلها لا هتتراعى ان شاء الله. تمام. اهم حاجه عنصر الكفاءه واللي هيقدر يضيف للكره المصريه. نجاح المنتخب الاولمبي وخاصه كمان ميكالي مع جهاز المنتخب الاولمبي والعرض اللي احنا شفناه اكثر من رائع في كاس الامم الافريقيه الاخيره في المغرب، ده بيحمل الاتحاد المصري لكره القدم مسؤوليه اكبر في اختيار المنتخبات او الاجهزه الفنيه القادمه؟ يعني الحمد لله ربنا وفقنا في اختيار المدير الفني المنتخب الاول والمدير الفني المنتخب الاولمبي. ودي كانت اول اختيارات للاتحاد في المجلس الحالي. يمكن احنا المده بتاعتنا قصيره، هتعدي 3 سنين، فبالتالي الاختيارات دي كانت موفقه. الحقيقه المنتخب الاولمبي كان له وضع خاص جدا، حتى بعض المدربين ما رضوش يمسكوها على ان اللعيبه ما بتلعبش في الدوري الممتاز كتير، مش عدد كبير اللي بيلعب وما بيلعبوش بصفه مستمره، غير لان كله قارن بينها وبين المنتخب الاولمبي السابق اللي كان فيه نجوم كبيره. لان حضرتك فاكر ان الاولمبياد لما اتاخرت سنه فبقت اللعيبه وصلت ل 24 سنه فكانوا بيلعبوا في الدوري الممتاز كتير. اما المنتخب ده كان له ظروف خاصه، فبالتالي الامور كانت صعبه.